بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب. اليوم هذه حلقة جديدة من برنامج وش من جديد، طبعا هذه الحلقة الثانية. بتكلم ان شاء الله اليوم عن طبعا بالدرس اللي راح تكلمت او بالحلقة اللي راحت تكلمت عن الشغلات اللي خاصة بالتخصيص وش سويت اخر مرة والى اخره، لكن اليوم عندي لكم خبر بالاضافة الى الاشياء اللي انا سويتها بصحة المكتب جديدة. الفيديو هذا بدقة 1080، هذا يعني انك تقدر الحين تنزل تحت تحط تكبير للشاشة عشان تقدر تشوفه بوضوح عالي، اوكي؟ طيب، بالنسبة لي خلنا نقدم الاخبار ثم نقدر نطقطق على شو اسمه العلوم الجديدة اللي هي التخصيص والى اخره، نظرا لاني احب التخصيص ودي اضيع وقت طويل بالتخصيص. اوكي، طبعا في عندنا خبر يقول لك the almost completely open source laptop goes on sale. تمام، طبعا اقول لك هذا انه في لابتوب جديد كله open source، تمام، حتى الهاردوير نفسه open، يمديك يعني تغير تصميمه وتتأكد انه من الصفر الى المليون انه هذا الجهاز امن من ناحية الخصوصية، وايضا ممكن تعدل على موضوع تصميم الجهاز عشان يناسبك، ايضا ممكن اذا كنت يعني مهندس الكترونيات ممكن تفحص الجهاز هذا من الثغرات والمشاكل والى اخره. الخبر طبعا موجود على موقع وايرد، تمام، حطيت لكم اياه تحت. بالنسبة للخبر الثاني ما يهمنا ابدا لكنه يهم حقين الالعاب، موقع gog.com وعدنا ان شاء الله انه راح يكون في دعم لش اسمه حقين الالعاب اللي يسمون جيمرز، تمام، بحيث انه راح ننزل بعض الالعاب او اعتقد معظم الالعاب. بصراحه انا ما قريت الخبر كامل المهم، ولكن هذا محتوى الخبر انه راح ينزل دعم ل جنو لينكس او نواه لينكس. اوكي، بالنسبه للخبر المضحك الاخير، طبعا شكله هوشه جديده بين الشركات، تمام، مايكروسوفت تنسخ زي ما انت شايف كوبيز كانونيكلز كفرج ايديز شيبت. اوكي، فايش اللي عندنا الحين؟ اللي عندنا وصار احنا نعرف انه زمان عندنا التصميم هذا الخاص بالابونتو، تمام، انه الابونتو اذا كان عندك ابونتو فون، تمام، فعن طريق الابونتو فون ممكن توصله على زي ما تقول الشاشه الابونتو تي في والى اخره، يعني نظام الابونتو راح يكون شامل. وطبعا انتم عارفين موضوع الدوكر لما تحطه يقلب على الشاشه يكون نظام تشغيل كمبيوتر والى اخره، تمام. طبعا زي ما انتم شايفين الابونتو اعطانا ابونتو تي في ولابتوب، طبعا معروف من زمان اللابتوب، تمام، وعندنا التابلت وعندنا الابونتو تاتش او الابونتو فون، ما ادري شو بيصير اسمه بعدين. مايكروسوفت جالسه يعني تحاول تسوي نفس الفكره الان بموضوع تقليد المنتج هذا. بالنسبه لي انا رجال اشوف انه ما هم، تمام، نظرا ان شركه مايكروسوفت خبيثه جدا، مو باول مره تسوي حركات مثل هذه، ولكن اساسا ابونتو برضو في عنده بعض اللف والدوران موضوع التراخيص وشغلات اللي صارت مؤخرا بمشروع ابونتو، ولكن ابونتو قويه ودعمت المشروع جنو لينكس بصراحه بشكل كبير، دعم تجاري وغير تجاري. تعليق على هالخبر المضحك، تمام، انه الحين عندنا مو بقدرين نتحمل ويندوز انه يشتغل على لابتوب او على 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 كمبيوتر عادي، تمام، يعني بالعافيه الواحد يقدر يشتغل عليه، تبي تروحون الحين تقولون شغلوا على فون وشغلوا على لابتوب وشغلوا على تي في، تخيل انا التلفزيون مثلا ثم يعلق وتروح عليه مثلا مشهد ابو 5 دقائق سلامات. طبعا ما ادري هالتلفزيون هذا هل هو بيكون نفس تلفزيون ذاك او ما ادري هو بينقل محتوى الجوال بيكون نظام تشغيل، الله اعلم، نشوف بعدين. بالنسبة للتخصيص، طبعا هذه 3 أخبار جبت لكم اليوم. بالنسبة للتخصيص زي ما انتم شايفين سطح مكتبي، انا اول مرة اشوفه بالطريقة هذه، ما ادري ايش انا الايام هذه صار احب الغامق، مو بس احب الغامق بس غيرت النظارات صرت اشوف، صرت اشوف اكثر، فاذا حطيت الوان غامقة ما اشوف زين بسبب النظارات سابقا. عموما سطح المكتب هذا حاولت اني احط فيه لمسة من ويندوز 7، انا احب ويندوز 7 تصميمه بصراحة خرافي، لكن كتصميم ولكن كويندوز خسر. انا سبق اول انت وياي فعندنا التصميم زي ما شايفين فوق الشريط يشبه تصميم ويندوز 7، تمام، وعندنا الشريط الدوكي تحت، طبعا الدوكي الان تصميمه متغير، حتى اوضح لك موضوع التصميم اللي تغير. لو جيت هنا الحين وكبرت هذا شوي حطيته مثلا 81 راح تلاحظ انه الشريط له تصميم معين تغير زي ما انتم شايفين الحوايف هذه والى اخره. بس امس طبعا اكتشفت انه ممكن اعدل تصميم الساعه لاني ما عمري لعبت بالتخصيص حق الدوكي، ولكن اكتشفت انه ممكن نعدل تصميم الساعه من هنا، تمام، سلكت ثيم. طبعا انت ممكن تجيب ثيمات من الانترنت مصممه جاهزه، اوكي، ممكن انك تصمم لك تصميم على كيفك. بالنسبه لي الموجود الان هذا هو طبعا ثيم اسمه تنتد ستيل، تمام، زي ما تشوفين هذا اسمه. فالثيم هذا طبعا في ثيم ثاني اسمه اوربن، اعتقد انه اربن بالاصح،
فاعتقد ان واحد منهم مبني على الثاني لانه يشبهون بعض، ولكن انا حبيت ذاك. لا والله حبيت هذا، لا هذاك احسن علشان اصبر شوي انا راح هذا احسن علشان النقاط الزرق. طيب هذا بالنسبه لي الشريط اللي تحت. بالنسبه لي الايقونات طبعا في تعرفون ايقونات فاينزا او فينزا ما ادري كيف تنطق، تمام. برضو تارك لكم انا موضوع التخصيص تحت. الايقونات هذه موجوده لنسخه لواجهه كي دي اي. اوكي لو رحنا الحين للتخصيص مباشره من هنا، طبعا حبيت اذكر لكم بعد انه قاعد استخدم موضوع الاكسجين، يسمى اكسجين ترانسبيرنت، تمام، بحيث انه تكون النافذه هذه شفافه. فلو حطيتها الحين هنا راح تلاحظون انه في نوع من الشفافيه بالمنطقه هذه، احب الشفافيه. اوكي انا انسان شفاف يعني، ما كلام وزراء، انا شفاف وبعدين يقلب علينا. طيب لو رحنا لابلكيشن ابييرنس عشان اوريكم الثيمات قاعد استخدمها. بالنسبه للستايل هذا هو الاكسجين ترانسبيرنت. طبعا الاكسجين ترانسبيرنت موضوع طويل تثبيته، فما راح اتكلم عن تثبيته اصلا. رجينا الكالرز الحين راح لاحظ ان استخدم اليمنترال لونا، تمام. طبعا هذا الاليمنترال لونا موجود هنا، لو بحثت عن الجيت نيو سكيمز وكتبت اليمنترال راح تحصل تصميم الاليمنتري هذا او الشكل هذا. اوكي بالنسبه للايقونات هذه الكيفينزا، طبعا حاولت الفلف ادور ايقونات مناسبه، ولكن اعتقد كيفينزا مناسبه كحجم وراحه للعين. بالنسبه للخطوط بصراحه استخدمت خطوط الاندرويد. طبعا في خط الاندرويد اللي يسمى ما ادري نسخ تمام، خط النسخ تويدر النسخ صراحه ممتاز جدا كانجليزي وبالعربي ايضا لو ان كتبناه بالعربي فتلاحظ خط النسخ جميل جدا. اوكي باقي شغله وهي تخصيص سطح المكتب نفسه اللي هو ورك سبيس. ما غيرت شيء، مجرد اخترت هذا الاكسجين، ولكن ديسكتوب ثيم فيه ثيم اسمه جلو جلاس، طبعا لقيته هنا عن طريق اللي هو جيت نيو ثيمز، مجرد كتبت جلاس فجيت حاجات لقيت حاجات كثيره، تمام. ما نسيت شيء. اوكي في حاجه اخيره وهي بدأت اني استخدم التليجرام على لينكس. اوكي او على جنو لينكس. اوكي طبعا التليجرام موجوده نسخه للويندوز، ولكن النسخه هذه انا جربت اشغلها على الواين تشتغل بدون مشاكل. اوكي طبعا توزيعتي الحالية هي ارتش لينكس، ف ما ادري الواين بالتوزيعات الثانيه هل تم تحديثه ولا لا، ولكن اعتقد انه محدث الى نسخه جديده في اغلب التوزيعات. لذلك جرب التليجرام اذا كنت تستخدم تليجرام، في ميزه المحادثه عن طريق طرفين، يعني عن طريق الجوال نفسه تستخدم الاندرويد وعن طريق الجهاز نفسه، فيكون في مزامنه بين المحادثات هذه والمحادثات هذه. اذا كنت شخص متعود على الكيبورد ما تحب تكتب بالجوال، بصراحه فرصه ذهبيه انك تجرب هذا البرنامج، وموجود تحت رابط تحميل التليجرام. نشوفكم ان شاء الله في درس قادم. في امان الله.